تداولت عدة قضايا بعدة درجات حول حظر النقاب من أعضاء هيئة التدريس، وتحديدا كانت الدعوة لأعضاء هيئة التدريس في جامعة القاهرة، وانتهت بحكم نهائي بحظر النقاب على أعضاء هيئة التدريس. يا ترى هذا الحكم يمكن أن يكون بلغة المحامين بقى كاشفا أو منشئا؟ يعني إيه كاشف؟ يعني إيه منشئ؟ يعني هل هو نهاية المطاف يعني، ولا ممكن يكون بداية جديدة لحظر آخر في أماكن أخرى؟ دعوني أطرح كل هذه الأسئلة وغيرها على ضيوفي في الاستوديو، وهم المحامين ونخبة من المحامين. منهم أرحب بضيفي الأستاذ خالد أبو المحاسن، المحامي وعضو هيئة الدفاع عن المنتقبات. أهلا بيك أستاذ خالد. أهلا وسهلا. وأرحب أيضا بالمحامي والحقوقي الأستاذ أيمن محفوظ. أهلا بيك أستاذ أيمن. أهلا. نورتنا في الحلقة. نورك. أبدأ مع أستاذ خالد طبعا باعتبار حضرتك عضو هيئة الدفاع عن المنتقبات، وكان الحكم المتقدم يعني في 48 ساعة الأخيرة، واللي بدأ تنفيذه تقريبا النهاردة في جامعة القاهرة. يعني ملابسات الحكم وملابسات القضية من البداية، تذكرة كده للمشاهدين. أولا أنا بشكر حضرتك على الاستضافة ديت. ثانيا أنا بقول لحضرتك أن الحكم عنوان الحقيقة، بس احنا عايزين نوضح للناس الموضوع. كان في قرار صدر من رئيس جامعة القاهرة بحظر النقاب، ده ايام الدكتور جابر نصار، تمام. واحنا طعنا على هذا القرار. واخيرا المحكمة الإدارية قررت بحظر النقاب، لكن حظر النقاب فين وليه؟ ما هو ده المهم. تمام. النقاب تم حظره بناء على هذا الحكم داخل قاعة التدريس فقط. بمعنى ان المدرسة تدخل الجامعة بالنقاب، مفيش أي مشكلة خالص. تمام. مجرد ما تبدأ المحاضرة بترفع النقاب. وطبعا الحكم كان هنا يعني هو اعتمد على قانون هيئة الجامعات وقانون تنظيم الجامعات، المادة 96 والمادة 26، لأن المادتين دول بيتكلموا على إن رئيس الجامعة من حقه ينظم ويصدر القرارات اللي تنظم المنظمة للعملية التعليمية داخل الجامعة. فبناء على هذا القرار هو صدر القرار، بناء على هذا القانون المادة القانونية اعتمد حكم المحكمة الإدارية، واعتمد قرار رئيس الجامعة السابق. تمام. لكن النقاب ليس محظور داخل الحرم الجامعي، لا للطالبة ولا للمدرسة، ولا محظور في أي مكان غير داخل القاعة، لأن المادة 96 كمان كانت بتتكلم عن التواصل ما بين الطالب وما بين المدرس. فالحكم نشأ بناء على دوت، أن النقاب ممكن يحول من التواصل دوت عشان التعبيرات أثناء شرح المحاضرة. هو ده كان سبب صدور الحكم بالشكل دوت. تمام. طيب أستاذ أيمن، يعني ممكن أتكلم حضرتك عن فلسفة منع النقاب داخل قاعة التدريس؟ طيب يعني أنا كمدرس أو معيدة أو دكتورة في الجامعة، أنا هدخل الجامعة بالنقاب زي ما يعني أستاذ خالد قال، بس مجرد ما أدخل السكاشن بتاعتي أو قاعة المحاضرات أنا بشيل النقاب. طب ما في النهاية كده خلاص بقى مفيش نقاب. طب ما كنا من البداية قلنا خلاص لا ده مفيش نقاب خالص. طب ليه الفلسفة في هذه الجزئية تحديدا؟ والله قبل ما نشرح أي ظاهرة لازم نشوف تاريخها. تاريخ النقاب ما هوش مرتبط زي ما الناس بتصدر لنا، يعني اللي هم من مؤيدي النقاب، ان هو ظاهره ترتبط بالتشدد الديني او حتى بالدعوه الى العفه ويعني والاخلاق الحميده والتقرب الديني. لا لا لا، النقاب ما هوش كده اصلا. احنا لو بصينا لتاريخ النقاب هنلاقي تاريخ النقاب مرتبط بثقافه المجتمع، بدليل ان النقاب كان موجود في الجاهليه وموجود ايام اليهوديه وايام المسيحيه، وحتى كمان كان موجود في اوروبا، وكان مرتبط في وقت من الاوقات، انا هشرح الموضوع ده ببساطه شديده، في الامبراطوريه العثمانيه كان ان النقاب للمحظيات وعليه القوم. فكان برضو يعني كان الشعب ابتدى يتشبه بهذه الثقافه، ان هو بيقلد عليه القوم. لكن ان مصدروا لنا ان النقاب هو فرض ديني، لا. احنا قلنا وناقشنا كتير من اساتذتنا وشيوخنا الجلاء قالوا ان هو ما هوش يعني مرتبط بالدين قد ما هو مرتبط بالثقافه. لكن في وقعه تاريخيه حصلت في مصر ايام ثوره 19، ان السيدات خلعت البرقع المصري، واحنا قلنا البرقع المصري ده ما هوش النقاب، هو ثقافه المجتمع ذاتها. وخلعوه ليه؟ مش انكارا ليه، تدينا، اسمها بيشه او البيشه. ايوه تحديدا، اللي كانت بتبقى هنا تدل على الثقافه. فاحنا عايزين نقول ان النقاب ليس مرتبط بالدين،
وان الحكم الصادر النهارده او الصادر من كام يوم هو صادر من المحكمه الاداريه العليا حكم نهائي غير جائز الطعن فيه، وبيقول ان لابد ان تتواصل الدكتوره او المعيده مع الطالب حتى ان هو يشوف تعبيرات وشه، وده حرصا على المصلحه العامه ومصلحه الطلاب. في ناس بتصدر لنا ان ده حكر على الحريه الشخصيه. لا، الحريه الشخصيه تتوقف حين يكون هناك حريه الاخرين، لازم نراعي حريه الاخرين. الطالب عايز يشوف المدرس بيشرح ازاي، عايز يتواصل معاه، ما يكونش ليه يحط نفسه ورا ستاره، وده كمان كلام من الحكم، حطش نفسه ورا ستاره ويحجب نفسه عن الطالب. وبعدين لما بنيجي نسال الساده المنتقبات المتمسكين بالنقاب، انا بقول حريه شخصيه وحقهم انهم يتمسكوا بهذا النقاب، لكنهم حين يخضعوا للامن ويكشفوا وجههم لرجال الامن الرجال، طب ما هو يعني انتوا يعني تامرونا، يعني تامرونا بعض الكتاب، عايز تقول نمشي على سطر وهنسيب سطر؟ لا، انا نمشي بقى في طريق مستقيم، الطريق المستقيم هو اقصر الطرق للوصول للحقيقه. حضرتك شايفه ان انت عايز تنتقبي، ما تعينيش في الحكومه، ما تعينيش في مكان يعني يمنع التواصل بينك وبين المتلقي. في المقابل برضو يعني وجهه نظر استاذ ايمن هتقول لك يعني هو انتوا جايين على النقاب وسايبين العري، تقول ايه؟ الانتصار للنقاب والتحيز ليه هو برضو انتصار للعري. لو احنا قلنا ان النقاب حق مكتسب، والست تلبس اللي هي عايزاه وتغطي نفسها براحتها، ومهما كان ده ممكن يعطل حريات الاخرين او يجور على حقوق الاخرين، فبرضه في المقابل العري يبقى حريه شخصيه. فالانتصار للنقاب وان السيده تحتجب كده بالشكل دوت بيسبب مشاكل. في نفس الوقت هنقول برضه زي ما دي بنطبق لها الحريه، هنبص الناحيه الثانيه بالمعيار الثاني ان احنا بنأيد العري. ما حريه شخصيه، اذا كان لبس حريه شخصيه، يعني انت هنا في كلامك انت بتقول حق النقاب وحق العري. لو احنا انتصرنا وفضلنا الحريه الشخصيه على كل المقومات وكل الحقوق بتاعه الناس المتلقيه لهذا او المتعامله مع هذه المنتقبه، وبدعوى الحريه الشخصيه، برضه هنفتح مجال للسيدة المتعرية اللي تقول حرية شخصية، زي ما من حق اتغطى من حق اتعرى. احنا ضد التشدد وضد العري وضد التحكم. اذا انت ايضا ضد العري. ضد العري طبعا. جميل جدا استاذ خالد. هو هنا برضو ده السؤال دايما، يعني تلاقي برضو في دفع من الدفوع، يعني انتوا جايين على النقاب وسايبين العري، ما هو بيترد عليك يقول لك ساعتها بقى دلوقتي ليس معنى ان انا ضد النقاب، وجهة النظر اللي بتقول ان انا بقى اشجع العري، انا ممكن اكون ضد ده وضد ده. تمام. وفي طريق وسط. تمام. اولا انا بس عايزين نصحح حاجه اهم حاجه، اولا الانتصار للنقاب مش هو الانتصار للعري، الكلام ده غير صحيح، لان العفه هي الاساس في المراه باي طريقه كانت، فهي الاساس وليس شيء دخيل على المراه، هو الاساس في المراه العفه والحياء، ده الاساس فيها. أما الانتصار للنقاب ليه؟ لأن في بعض السيدات يرغبوا في ارتداء النقاب أيا كانت مرجعيتها، طالما النقاب لا يعطل مصالح ولا يخل بالأمن العام والأداب العامة. بمعنى المنتقبة لما بتخش على لجنة شرطة بتكشف وشها، طبعا بتوافق وبتكشف وشها، إما بتخش قدام قاضي بتكشف وشها، بتكشف وشها، قدام موثق شهر عقاري بتكشف وشها، بتكشف وشها. إذن طالما أن النقاب في إطار الحرية الشخصية ولا يضر بأمن المجتمع أو سلامة المجتمع، فهو حق أصيل للمرأة أن هي تدافع عنه، ده حقها. فأنا دلوقتي لما بتكلم على النقاب لا يقارن بالعري، العري دوت شيء شاذ عن أساس المرأة، أما النقاب ليس شيء شاذ. النقاب هو من وجهة نظر المنتقبات زيادة في العفة أو زيادة في الاحتشام، فهن لهم كل الحرية. عايز أقول أن الأصل في المرأة الاحتشام. تمام. أما الشاذ هو العري، فأنا مش هنتصر لحاجة شاذة، لكن النقاب هو ليس شيء شاذ، هو موجود وموجود في مجتمعنا. والدليل على كده أن في وقائع المحكمة الإدارية العليا رفضت قرارات بمنع النقاب. لسه الممرضة في كفر الشيخ تقريبا قريب كان صدر قرار برضو بمنع ارتداء النقاب، المحكمة رفضت القرار دوت.
كان في وقعة في منع دخول الفتيات الامتحان بدون النقاب، برضو المحكمة رفضت القرار دوت، لأن المحكمة قالت إن النقاب حرية شخصية. لكن في الواقعة اللي احنا بنتكلم فيها النهاردة في حكم الإدارية العليا بمناسبة هيئة التدريس، هي واقعة عين أو بشكل أو قانوني بقى أو واقعة خاصة، هو بما إن هناك قانون تنظيم الجامعات هو قانون خاص، فالخاص يقيد العام. تمام، ودي قاعدة قانونية. تمام، فهنا هي انتصرت لقانون تنظيم الجامعات أو أقرت به، لكن هي الموضوع لا علاقة له بالنقاب من ناحية الدينية، وأنا مش راجل دين عشان أفتي في الموضوع ده، وليس أنا أدافع عن النقاب. بس بعض الناس بيصدرون إن هو مرتبط بالدين، وهو يعني بيقولوا ان هو في ادله شرعيه بتؤكد ان النقاب من الدين، وهناك اخرين ايضا من بالزبط. رجال الدين او من يعني من رجال الدعوه، خليني اقول ما عندناش حاجه اسمها رجال دين في الدين، يعني ان الامر خلافي خلاف وانه مستحب بالزبط. وليس بالفرض يعني. بالزبط. تعالوا نشارك المراه بقى معانا وناخد الاستاذ عبير سليمان الباحثه في شؤون المراه. استاذ عبير مساء الخير اولا. تحياتي يا استاذ هاني، ازي حضرتك؟ يا اهلا بيك يا استاذ عبير. طبعا اكيد حضرتك تلقيتي خبر الحكم الاخير الصادر من الاداريه العليا بمنع المنتقبات من اعضاء هيئه التدريس في جامعه القاهره تحديدا، يعني تعليقك مبدئيا على هذا الحكم يعني. انا عملت كمان مقاله بشيد بهذا الحكم المحترم. انا ماليش علاقه خالص بالنقاب، لان الامر ليه علاقه بشكل واضح وصريح عن كشف الوجه او تغطيه الوجه، هو ده الجوهر الحقيقي اللي بتشيل اليشمك من على وشها او البرقع او الخمار، ما بتبقاش عريانه. لما وشها يتكشف ما بنبقاش عريانين، والا ابائنا يبقوا لمؤاخذه يعني مش رجاله، لانها سمحوا لامهاتنا ان هم يكونوا عريانين اذا كان اليشمك او البرقع او النقاب هو الحشمه. فالنقاب ليس له علاقة من قريب أو من بعيد بالحشمة نهائي. وما أقره الحكم قال إن مفيش خفي للوجه، أي هوية للوجه، لازم الوجه يكون واضح لمين؟ لأعضاء هيئة التدريس اللي هي المعلم المسؤول عن non-verbal communication أو الاتصال غير اللفظي اللي هو بالعين الكونتاكت. يعني مفيش حاجة في الدنيا تقول ان بيني في تواصل بيني وبينك من غير ما اشوف ملامح وشك ولا اشوفك بتبتسم ولا بتتجاهل. فتخيل حضرتك ان في مدرسة بتسيب بالسه او بتعاقب من غير ما يكون في ملامح لوشها، انها بتوصل المعلومة من غير ما يكون في اي ملامح لغضب او رضا او استحسان او اي نوع او اي قدر من التواصل. تعبيرات الوجه عايزة تقول الايماءات ده الانساني، ده المستوى الانساني ملوش علاقة خالص بالحرام والحلال، علما ان نصا وللناس اكثر منا علما في الدين لم يكن فرضا في احيانا كثيرة بلا الاغلب وبإقرار مؤسسات دينية إن هو مش فرد. لكن أنا مش هاجي جنب الفرد لأن الحكم ملوش علاقة بالنقاب كونه زي ديني، لم يتعرض للنقاب كونه زي ديني أو زي يعني ترتضيه المرأة لنفسها، لأن الست من حقها تلبس اللي هي عايزاه. لكن النقاب مش لبس، النقاب هو إخفاء للوجه زي الملثم. إذا كان الرجالة من حقها إنها تمشي في الشارع ملثمين ويقولوا دي حرية زي، إذا على النساء ألا نتضرر من تلثيم وجههم في أي مؤسسة كانت حكومة أو غير حكومة. يعني إحنا لازم ما نبقاش متضايقين أبدا من الست المنقبة، إذا كنا مش هنتضايق إن الرجالة تمشي في الشارع ملثمين أو يخوفونا لما يكونوا ملثمين أو يهددوا الأمن القومي إذا الرجالة تلثموا. طيب استاذ عبير، يعني برضو بيقال او البعض بيعيب على وجهة النظر ويقول يعني انتوا بتمنعوا النقاب وتشجعوا في المقابل العري، ما تعليقك على هذه لا يعني انا معترضه ما ينفعش يبقى في محور في الحوار عقيم. انا قلت لحضرتك، حضرتك لو شايف النقاب المرادف بتاعه العري، يعني معنى كده المنقبة لما تشيل النقاب عريانة، يبقى احنا كلنا وامهاتنا عرايا.
حضرتك لو قابل تستحمل ان ابوك وحضرتك وكلنا امهاتنا عرايا، تقدر تقول ان عدم وجود النقاب على وجه والدات سيدات افاضل زي امهاتنا يبقوا كانوا عرايا. الحقيقه انا مستهجنه وبرفض استخدام اللفظ ده اصلا في الحلقه. تمام. فانا مش شايفه اصلا ان انت ممكن تحط كلمه تشجيع للعري. مين اللي هيشجع العري الا لو كان او ان يكون النقاب مقابل العري؟ طبعا، لان مين اللي هيشجع العري غير لما يكون داعر او داعره او شخص بيبيح تجاره بالبشر او بيستهين المراه او بيجعل المراه سلعه؟ مين اذا كنا احنا ضد تسليع المراه وضد امتهان المراه وضد ترخيص المراه؟ بالعكس، النساء السافلات او السافرات بشكل عاري هم اللي كانوا مش نبلاء. النبيلة والحرة كانت الاكثر التزاما في السي وكانت حشمة. فما ينفعش نطلق لفظ مقابل العري. ما حدش في مصر بيمشي عريان في الشارع. قولي كده وانت ماشي في الشارع بتشوف كم واحدة عريانة. بشكرك استاذ عبير سليمان، الباحثة في شؤون المرأة، شكرا جزيلا لحضرتك. طب ما هنا برضو فلسفة الحكم استاذ ايمن قائمة على ان عضو هيئة تدريس فقط هي اللي هتكشف النقاب. يعني ممكن تبقى في طالبة موجودة منتقبة. هل ده يعني هيكون هو المرحلة القادمة منع الطلبة ايضا داخل قاعات التدريس في المقابل بقى؟ ما احنا بنتكلم على كونتاكت، على اتصال مباشر وتعبيرات وجه وما الى ذلك. مرة برضو كمدرس عايز اشوف ايماءات الطلبة، فاهمين مش فاهمين، مستوعبين ولا لا. اولا انا عايز اقول لحضرتك ان الحكم يعني لا يعني صادف حرية الشخصية للمتلقي. انا مش بس عشان هي منتقبة افرض حريتي الشخصية على الجميع، ده من حيث وجهة نظر الحكم قال كده، ان انا برضو ببص لحرية المتلقي ده. اولا، ثانيا ان في مبدأ قانوني بيقول القاضي ملتزم بما بالدعوة المرفوعة قدامه، ما يقدرش يحيد عنها او يحكم باكثر مما طلبه. صحيح. الخصوم. فالواقع تحديدا هي طعن على اعضاء التدريس، على اعضاء التدريس، على منع اعضاء التدريس، من ارتداء النقاب اثناء التدريس. رئيس جامعة القاهرة الدكتور جابر نصار. فكان الواقع محددة. فالحكم سواء كان كاشف او منشئ هنقول للسادة المشاهدين الكلام دوت على حق ان ممنوع المدرس يدرس للطالب من وراء حجاب. ما احنا بعد كده ممكن نكون الرجل يقول لك انا عايز، الرجل المدرس انا عايز يعني ادرس الطلاب من وراء حجاب او من وراء ستار، ويبقى هي نفس الفكره. لا، عايزين المدرس الحكم انتصر للحريه الشخصيه المتبادله زي ما انت حقك للمتلقي، المتلقي برضه حريته هو الاكثر. يعني انتصر الاغلبيه وشاف ان الحكم كان في حيثيات الحكم بيقول المساواه والحريه الشخصيه في لبس المراه. يعني هو ما جرش على حريه المراه في لبسها ولا انتصر لطرف على طرف، لكن قال ان اليه التعليم لا تنطوي ولا تنصلح حالها الا بالتواصل المباشر بين الطالب والطالبه. لما يكون في بقى طالبه منقبه قاعده، ده عايزه دعوه جديده. حكم جديد، ده حكم جديد بقى، دي حاله ثانيه بعيدا عن هذه الحاله. بس من ناحيه الطالبه، بما ان هي المتلقيه وهي المستفيده، الحكم لو اترفعت قضية زي كده المحكمة مش هتشوف فيه مجال لده. ليه؟ لأن إذا كنت أنت مش عايزة تاخدي المعلومة فده اللي هيضرك في الآخر. مش المدرسة هي اللي هترسب في الامتحان، أنت اللي هترسبي في الضرر الامتحان. هنا شخصي، الضرر هنا شخصي وليس على الآخرين، وليس ضرر عام أو على الغير. دي حاجة. الحاجة التانية، النقاب يا جماعة مش بيشة، النقاب سلوك. النقاب عشان بس الناس بتشبه ده او نقارنه بالعري، لا احنا ما قارناهوش بالعري. النقاب سلوك، والنقاب مش بيشه وخلاص. مش بنقارنه بالعري، لا لا سمح الله. لا احنا بنقول ده المقابل، يا نقاب يا عري. لا احنا فكره يا نقاب يا عري. تمام. النقاب سلوك وليس يعني اللي بتقلع البيشه هي كده مش عريانه. ما انا عارف ان هي كده مش عريانه، لكن النقاب مش بيشه وخلاص، النقاب سلوك. وبعدين موضوع التواصل، احنا بنتواصل مع بعض عبر مواقع التواصل الاجتماعي من غير ما نشوف بعض، وفي تعليم اونلاين، وحضرتك اكيد عارف الكلام دوت برضو ما بين الطلبة وما بين المدرس برضو من غير ما يشوفوا بعض. ما دي كانت حيثيات دفاعك الكلام. ايوه، لا الكلام ده انا اللي اقصده، كان ده الدفاع اللي اقصده. وفي الاخر احنا ولكن الحكم اصطدمت بالمواد، الحكم عنوان الحقيقي، لكن برضو ان انا
احط النقاب قصاد ان الراجل من حقه يبقى ملثم، الكلام ده برضو مش حقيقي. المنتقبات جزء من المجتمع العربي مش المجتمع المصري بس، واحنا عارفين ده كويس. لكن عمر الرجال ما كانوا بيبقوا ماشيين بنقاب ولا ماشيين ملثمين. وطالما المنتقبه زي ما قلت في اول الحلقه لا الكلام على بترضخ. الرجال الكلام على الرجال بمعنى يعني ان الرجال قابلين كشف وجه نسائهن يعني او نسائهم يعني. لا هي قالت الراجل من حقه يمشي من حقه ملثم يعني. طالما الست من حقها تمشي مغطيه وشها، هي الدكتوره قالت كده في كلامها بالنص. لا احنا ان كان من باب الحريه بقى ان انت تغطي وجهك، انا برضه بما لا يضر المقابل بما لا يضر امن الدوله وامن وسلامه. ايوه انت جيت نقطه مهمه جدا طبعا. انا دلوقتي لو عملت هذا التلسم من باب برضه ان انا بعتذر المجتمع، هو ده من حقي؟ لا طبعا. انت جزء من المجتمع، انت عايز تنعزل جوه بيتك، الزب بيتك. حريه شخصيه؟ لا الحريه الشخصيه كده بقى احنا ياما جرائم ترتكب باسم الحريه الشخصيه. ليه مش حريه شخصيه هنا بقى؟ وضح لي دي ازاي. ازاي يعني؟ ازاي انا من حقي ان انا اشوف تعبيرات وشك واشوفك بتغضب او 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 بتتجهم عليا وكده؟ وكمان عايز اقول كمان حاجه، زي ما انت قلت حضرتك الطالبه من حق ده حقها الشخصي، حق المدرسه برضو ان هي تشوف تعبيرات الطالبه، هل هي مستهجنه الكلام، هل هي متابعه مش متابعه، وفق فلسفه طبعاً الحكم على فكره، وفق فلسفه الحكم. واحنا لو رفعنا قضيه هننتصر لهذا على فكره. دي حريه شخصيه للطالبه حتى لو مش عاجبها شرح، وحريه شخصيه برضو للدكتوره حتى لو مش عاجبها شرح الدكتوره. ده حقها. افهم من كلامك ان انت ناوي ترفع قضيه في هذا الاطار؟ والله ربنا يسهل. مستعدين خالد للمعركة القادمة. هنشارك بعض المواطنين بس معانا كده وناخد وجهة نظرهم. معانا عبد الله من البحيرة. عبد الله اتفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. استاذ هاني مرحب بحضرتك وبضيوفك الكرام. اشكرك استاذ عبد الله اشكرك. يا فندم انا بس يعني عاوز اقول بس للاساتذة الافاضل او الاستاذ المعارض، الاستاذ المحامي المعارض للنقاب، لسه بيقول دلوقتي ان ممكن كمان يرفع قضية على الطالبات. تمام؟ لسه قايلين. تمام. لسه هو بيفكر يا عبد الله خلي بالك. لا مش بيفكر، لا ده اللي جاي كده فعلا يعني. اللي جاي فعلا كده، اللي الاول بداوا بهيئه التدريس في الجامعه القاهره، ثم بعد ذلك الجامعات الاخرى، ثم بعد ذلك الطالبات، ثم بعد ذلك ايه، هتبص تلاقي الحجاب واحده راح خلاص نهائي من المجتمع. سؤال مهم جدا. وعاوز اسال بس الاستاذ الفاضل او الاستاذه الفاضله كانت بتتصل من شويه، يعني ايه حجاب؟ يعني ايه مثلا؟ عاوز يفصل كده مثلا ايه السحاب مثلا حجب الشمس. استاذ عبير يعني ما اتكلمتش عن الحجاب. لا انا بتكلم كلمه الحجاب. وبرده الاستاذ ايمن ما اتكلمش عن الحجاب. لا انا بسال كلمه الحجاب بس. يعني ايه انت يعني بتبدي السحاب. قلقك ان ما تم هو سلسله الله ينور عليك قادمه. ده حاجه بس عاوز افهمه بس الاستاذ الفاضل المحترم، يعني ايه السحاب حجب الشمس؟ يعني ايه انسحاب السحاب حجب الشمس؟ يعني ايه السحاب حجب الشمس؟ يعني تمام. يعني حاله بين رؤيتنا ليها. الله ينور عليك. ان الاصل في الحجاب اصلا ان هو يغفي الوجه، ده الاصل على فكره يعني. طيب خلينا نشوفوا التفسيرات في القران. خلينا يعني نبعد عن الحته الفقهيه. الله يخليك يا عبد الله. ماشي، وخلينا الحته المجتمعيه بس. سؤالك سؤالك مهم. انا ضد طبعا القرار ده، قرار واضح طبعا من غير ما تقول يعني. هو واضح ظالم للنساء. لا انت يعني طرحت سؤال وتخوف غايه في الاهميه، انا بشكرك عليه طبعا وهطرحه على استاذ ايمن. بشكرك استاذ عبد الله. صحيح بقى، تعالى بقى دي وجهه نظر برضو. انتوا بقى خدتوا النهارده الحجاب لاعضاء هيئه التدريس داخل القاعه، بكره الطلبه داخل القاعه، بعد شويه للدخول للنقاب في الجامعه مفيش نقاب خالص، خش بعد كده على الحجاب. وجهه نظر وقلق بيبديه البعض ومثله المنتصر الكريم. ما هي دي حضرتك يعني الخبص في عرض الرؤى مش من المنتصر الكريم. في بعض الناس خبيثه او بتربط الحجاب بالنقاب. وبتربط المصلحه العامه زي مثلا كشف المراه المنتقبه لرجل الامن، وتقول ده بكره بقى يلعونا الحجاب وبعد كده يعني التدرج اللي هو قاله. انا اؤمن وكل الساده الافاضل شيوخنا الكرام قالوا ان الحجاب هو من اساس الدين. الحجاب انا بؤمن بذلك. انا عايز اخد من كلامك بقى الحجاب اساس الدين. لو انا رفعت دعوه بكره بناء على اننا دوله اسلاميه زي ما الدستور قال، ايوه، وقلت ممنوع الست تمشي بشعرها،
حضرتك هتقول لي دي حريه شخصيه صح؟ احنا بنقول الحريه فالمنتقبه برضه دي حريه شخصيه. لا لا على فكره بالظبط وهذه الحريه الشخصيه مظبوط الاسلام برضه نفس الكلام النقاب اه لا ما تجرش بقى ما تجرش عشان حريتك الشخصيه النقاب ايه؟ طالما انا برضخ لقوانين الدوله في اوقات ما بيتطلب مني كشف وشي يبقى انا كده ما خالفتش حاجه. طيب خلينا نخرج من قاعه الجامعه ما يدير المجتمع من وجودك منتقبة داخل المجتمع أروح وآجي. هسمع منك الإجابة بس بعد محمد. محمد اتفضل. ألو. أيوة محمد اتفضل. السلام عليكم. عليكم السلام. زي الحال يا باشا. أهلا بيك يا محمد. لو سمحت إحنا دولة مسلمة يعني. دولة مسلمة مش دولة كفرية ولا دولة علمانية ولا. تمام. أول أمر الحجاب ده. ده المرأة يعني مش بعثتها و خلي بالك احنا ما فيش كلام عن الحجاب يا محمد، الكلام عن أعضاء هيئة التدريس المنتقبات داخل قاعة التدريس. ما حدش جاب سيرة الحجاب. ولا أنت متخوف تمام. أيضا على أن الموضوع والأمر يصل للحجاب. النقاب جزم النقاب. نقاب أه تمام. النقاب. وصلت الرسالة يا محمد. بشكرك يا محمد، شكرا جزيلا. التخوف برضو نفس الفكرة، خلينا نقول نظرية الخوف الزايد أو نظرية المؤامرة الزايدة يعني مجازا يعني. أنت معايا يا أستاذ خالد إن ممكن الموضوع ينسحب فيما بعد بالتدريج كده واحدة واحدة وندخل على الحجاب مثلا يعني؟ لا أنا مش وفق البعض يعني مش قلقان من ده لأن بثق جدا في القضاء المصري وعارف ان الدستور والقانون المصري لم يجرم النقاب ولم يحرم النقاب في اي مكان كان، فحتى لو اترفعت دعاوي زي دي هتقابل بالرفض قانونا من قبل المحكمه مش بشكل تاني. اتفق مع خالد انت ما بتجرمش النقاب في القانون المصري. ده يبقى ضد الشريعه الاسلاميه اللي هي المصدر الرئيسي للتشريع. يعني اتفقتوا بهذه النقطه. الحجاب اساس من اساسيات الدين وقتها. انا بعتبره كده. وقتها ايمن محفوظ المحامي هيقف في انهي كفه؟ ما الحجاب طبعا اذا تم يعني مجازا يعني. لا مجازا طبعا. وباعتبار يعني امر افتراضي وليس حقيقي. اعتقد في اتفاق من العلماء جميعا ان الحجاب عفه للمراه وان هو من ثوابت الدين. انا ده ايماني انا الشخصي بغض النظر اذا كان ده يعني لا حديثي مجتمعي. سيبنا من الجزء تمام. حديثي مجتمعي. انت شايف دلوقتي ما يدير هذا المجتمع من وجودك منتقبه يعني. انت زعلان ليه يا سيدي؟ انا عايزه كده. الكلام على لسان الحكم قال في حريه شخصيه المتلقي وقال في هيئه التدريس وقال في مكان مغلق تماما هو هيئه يعني مكان غرفه التدريس فقط. اما لو خرجنا للمجتمع بقى أيوة. وقلنا ان احنا عايزين نعمم هذه الفكره على كل الناس بدام في ضوابط حكمت الغرفه المغلقه اللي هي هيئه التدريس نفس الضوابط دي تنطبق على المجتمع. لو كان النقاب يضر بالامن فطبعا انا مع انه يتلغي لانه ليس من الدين وليس يعبر عن العفه الكامله يعني. عندي دفع بقى، عندي دفع في القضيه اللي انت هترفعها دي هقول لك عليه بس بعد ما ناخد الخبيره التربويه الاستاذه سوزان احمد. استاذه سوزان مساء الخير. مساء النور. اهلا وسهلا. يا اهلا بحضرتك. اهلا بيكم. خليني اتكلم مع حضرتك كده في جزئيه التعليم والتعلم ولقاء المعلم بالمتعلمين. فلسفه الحكم الخاص بمنع المنتقبات من التدريس داخل قاعات التدريس هو جزئيه الاحتكاك المباشر والكونتاكت ورؤيه العين. حضرتك من الناحيه التربويه ما تعليقك على دي الجزئيه؟ بص حضرتك، هو انا هتكلم بحكم قناعاتي، انا قناعاتي المتواضعه اللي هي بتتفق مع المنطق. احنا لو جينا اتكلمنا على الدين فربنا فرض علينا الحجاب وليس النقاب، ده نمره واحد. علشان كده احنا لما بنروح نحج في الكعبه ما بنلبسش نقاب، احنا بنلبس حجاب. ابن باز يعني نفسه قال الكلام ده. ابن باز تقريبا ابن باز اللي قال الكلام. الحجاب الوجه والكفين، عشان كده احنا بنروح في بيت الله والوجه والكفين باينين. اذا الفرض الاساسي علينا هو الحجاب، ولكن نظرا كمان للاحداث الاخيره ان بيستغل النقاب بحاجات مسيئه للدين الاسلامي، ولهذا لازم احنا من حقنا ان احنا نشوف من وراء النقاب. من وراء النقاب؟ لان احنا عارفين دلوقتي بيستغل النقاب ازاي؟ بتحصل جرائم تحت بند النقاب.
فبالتالي النقاب بقى في نوع من انواع المساس بالامن العام. المساس بالامن العام. ثاني حاجه، انا دلوقتي خرجت للعمل، انا خرجت للعمل، فاعتقد ان النقاب ده ملوش علاقة ابدا بالعمل. انت لما بتخرجي للعمل بتحتكي برجال وبتتكلمي مع رجال، انت مش هتقعدي مع السيدات فقط، ولكنك هتحتكي وتركبي مواصلات وتركبي هنا وهنا وهنا. ففي انا من وجهة نظري تناقض شديد جدا وزيادة عن اللزوم قوي انك تلبسي نقاب، خصوصا ان ده ما ربنا ما فرضوش. لا، في الناحية التربوية بقى، من الناحية التربوية هنتكلم بقى على الناحية التربوية. أنا لما بتكلم عن المدرسة مش الجامعة، أنا بتكلم عن المدرسة. تمام. لازم يكون المتلقي منك المعلومة لازم يشوفك أنت مين. ما هو لازم برضو يا جماعة النقاب لما بيتحط بيحجب حاجات كتير بتحول دون وصول المعلومة إلى النتيجة المرجوة. إحنا عندنا في حاجة اسمها البادي لانجوج. البادي لانجوج ده لغة الجسد. لغة الجسد اللي هي نبرة الصوت ونظرة العين وحركة الإيد، كل ده بيساعد على التعلم. ما ينفعش أبدا إن أنا أخش فصل أو أخش إذن من الناحية التربوية يجب أن يكون هناك احتكاك مع رؤية المتلقي لمن يدرس. ده طبيعي لأن ده بشكرك أستاذة سوزان، شكرا جزيلا لحضرتك. أنا عايز أرد، أنا عايز أرد على أخد بس كلمة من الأستاذة. طب اتفضل. عندنا مشكلة خطيرة جدا، مشكلة أنا عندي أولاد من الحضانة لغاية الإعدادي، في طالبات في مدرسات منقبات للحضانة. يعني حتى لما الولد انا بحاول اجيبه ولا كده بلاقي الولد بيخاف. يعني احنا عايزين ننتصر بهذا الحكم ونمنع المنتقبات من الحضانه. ده في الحضانه واطفال صغيره ما بيخافوش من النقاب ولا حاجه زي ما انت. لا بيخافوا والله، انا اولادي بيخافوا والله. اذا كان ولادك اولاً دي مشكله. اولا بس النقاب اللي الاستاذه بتتكلم على ان هي من حقها تشوف مين اللي ورا النقاب، لا حضرتك مش من حقك تشوفي مين ورا النقاب. رجل الامن هو اللي من حقه يشوف يعني مين ورا النقاب. محرم. رجل الامن محرم هو يعني اللي مسؤول عن الامن في المجتمع. طب هو فمن مش راجل حقه. يعني طبعا انت حرمت على السيده اللي زيها وحللت للراجل. ايوه انت مش من حقك تبقى واحده ماشيه في الشارع تقول لك شوفي وشك، دي ازدواجيه في المعايير. مش من حقك خالص. لكن من باب ان الضرورات تبيح المحظورات، وان دوت رجل امن مفروض عليكي في المجتمع انك تكشفي وشك عشان يعرفوا تحقيق شخصيتك، ده من حقهم. ده من حضرتك بتتكلم مجتمعيا. طبعا. طبعا هناك بعض الحوادث برضو، خلينا برضو يعني حتى ننقل الموضوع بشكل امين وبشكل كامل. جميل. قدر المستطاع. في بعض المولات حدث حاله او بعض حالات، وطبعا لا يقاس عليها، ولكن في النهايه حدثت لخطف اطفال. تمام. والكاميرات جابت المنظر وجابت الطفل وهو ماشي في ايد حد منتقب، مش هقول بقى منتقبه او منتقب، واختفى الطفل والكاميرا جايباه، ولكن لا تستطيع ادله الجنايات او الادله الجنائيه انها ان تصل لصوره الشخص الخاطف. ما تعليقك على مثل هذه الجرائم؟ انا اصل ده هيدخلني القضيه تانية. ومع احترامي لرجال البحث الجنائي، من ساعه موضوع الكاميرات والكلام ده رجال البحث الجنائي بقوا شغلتهم يبصوا في الكاميرات ويعرفوا. قبل موضوع الكاميرات دوت كان رجال البحث الجنائي بيوصلوا لكل حاجه بتحرياتهم وبشغلهم بيوصلوا لكل حاجه. يعني قصدي حضرتك التكنولوجيا عطلت رجال الامن؟ التكاسل والاعتماد على التكنولوجيا هو اللي معطل الكلام دوت. لكن لو انا هتكلم على جرائم، انا كل يوم عندي جرائم بترتكب باسم الفن في الافلام اللي فيها عنف وفيها ضرب وفيها اسلحه. ما اقدرش اجي امنع الفن ولا اقول لا الافلام دي مش هتتعمل. وبيترد علينا برضو ان دي حريه ثقافيه وحريه فكريه. لا، الابتزال ليس حريه شخصيه. الكلام. واعتقد نتفق جميعا ان افلام العنف انتشرت ومحدش بيقدر يمنعها. خلينا نقول لفظ الابتزال، ما هو في النهايه فيها ابتزال. انا بتكلم على العنف بشكل عام. لا، هناك ضوابط، وضوابط قانونيه وضوابط مهنيه ورقابيه من الممكن ان تمنع هذا الابتزال، ولكن هناك جهات اعتقد انها عطلت نفسها او عطلت بفعل فاعل وانتشر هذا النوع من الفن. بالزبط. ولكن السؤال الان، دول قائمه لا تجد فيها شرطي مرور في الشارع وتعتمد على هذه الكاميرات. تمام. هذه التكنولوجيا لابد استخدامها. تمام. وهي تمام. اسهل طريقه لاثبات الجريمه. الرجعيه في كل. تمام. شيء انا لسه بتكلم معاك. حوادث الفرديه مش هتخليني امنع شيء. تمام. دي حوادث فرديه. ولان الاصل ان الحوادث ديت مش في ناس مش لابسين نقاب وبيرتكبوا جرائم. طبعا بالتاكيد. وليس كلامنا او سياقنا لهذا الامر
معناه اتهام في 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 المقابل، ولكن هو مجرد عرض لكل وجهات النظر. ايضا استاذ ايمن، طيب ما هو مش عشان واحده عملت كده انت هتمنعني بقى، انا مالي اذا كان في حاله تمت بهذا الشكل، جريمه تمت تحت ستار نقاب، ما نمنعش النقاب. عربية صدمت حد وعملت حادثة، مش هنمنع العربيات. قطر صدم حد، مش هنمنع القطارات. وجهة نظر بتقال. احنا انا مع الحرية الشخصية بما لا يخالف يعني ضوابطنا وقيمنا، والاهم شيء يعني ناحية الامن، الناحية الامنية دي مهمة جدا. لما وايه يعني لما نمنع المنقبة اللي تخش مول، ولو حتى يعني ما مش هنعرف نمنعها، يكون معها زوج او واحد كاشف وجهه ان شاء الله، حتى لو كان طفل صغير. يعني انت هنا احنا ممكن نراعي كل يعني المعايير. كده انت مش ضد النقاب كنقاب، ولكن انت انا مع ضد ربطه بالدين وان هو تمام. دين يعني بس لو واحده منتقبه داخله في صحبه اخ زوج ابن واضح الشكل، انت طيب ما عندكش هنا لضمان حسن سير وعندنا كلنا حل افضل لدوت. لو هي كشفت وشها وهي داخله، خلاص انت ديت بقت موجوده عندك على الجهاز وشها معروف، مفيش مشكلة، وهي مش هترفض الكلام دوت. تمام. طيب معايا بوابة على التليفون. بوابة اتفضلي. دوابة من أسوان. أهلا بيكي دوابة اتفضلي. ازاي حضرتك؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. دلوقتي حضرتك بالنسبة لموضوع النقاب، يعني هو اتمنع النقاب بالقانون، لأن اللي كانوا بيدافعوا عن النقاب أكيد ما قدموش دلائل وقرائن ومستندات واستدلوا على حاجة تؤيد النقاب. ده تقصير من الطرف الثاني على فكرة، اللي بيدافع عن النقاب تتهم الدفاع بالتقصير. ده تقصير منهم لأن احنا الحمد لله عندنا قضاء عادل يعني. بس بالنسبة للأستاذ اللي بيقول على الطالبات، حضرتك احنا شعب بنحب الحريه، حضرتك ما نحبش حد يكتم على حريتنا. فحضرتك طالما النقاب ما بيسيئش لحد، ما تمنعش العاده تتنقب وتزداد عفه، لان هو حاسه ان حريتها في النقاب انها تتنقب. بالظبط. رسالتك واضحه. اتفضلي. احنا شعب بنحب الحريه. تمام. بنحب ما حدش يضغط علينا يعني. وصلت رسالتك استاذه دوابه من اسوان، شكرا. هخليك ترد حالا، هاخد هاله وارجع لك. هاله اتفضلي. هلا. السلام عليكم. عليكم السلام. السلام عليكم. عليكم السلام يا هلا، اتفضلي. ايه انت على الهوا يا هلا؟ طيب حاولي تكلميني تاني يا هلا. ايه انت برضو عايز تحجر على الطالبات؟ انت برضو عايز تمنع الطالبات من دخول القاعه مرتدية النقاب؟ انا هدي حضرتك مثال كلنا بنعاني منه. انا ما بخش مطعم مهما كان من أقل درجة لأعلى درجة، بلاقي جنبي منتقبة بتحاول تاكل بين النقاب. فأنا لو وجهة نظري ناحيتها تفضل كأنها يعني كأنها بتتعرى يعني. لا هي بتاخد حريتها وأنا بعرف آخد حريتي. طيب هي اللي هي إيه يعني لما ثواني بس ثواني هي اللي متضايقة مش أنت. طب أنا أبص فين يعني؟ ما أبصش يعني ما قالتلكش ما تبصش إيه؟ أبص على الأرض؟ هي هو بتتحرك. طب أنا قدامي كده متنقبة وورايا منتقبة وكده يعني. هي حرة كل الطرق. هي بتتحرك وأنا بتحرك وكده. ايه المانع مع انا مع الحريه الشخصيه ومع النقاب؟ لو هتخش مطعم وهتاكل فيه يبقى في مكان خاص للمنتقبات، مفيش مشكله. طيب يعني دايما وازن بين في حلول على فكره دفاعنا كأننا في حلول بنضار من هذا انا ضدش ضد النقاب، لكن انا بعض المنتقبات يعني في ضرر، زي ما قلت لحضرتك طفل في الحضانه بتدرسته منتقبه، طفل في اعدادي بتدرسته منتقبه، طفل في ابتدائي بتدرسه. طب ما دي مشاكل كتيره. طيب يا ستي انا مع حريتك الشخصيه، وحضرتك انتقبي زي ما انت عايزه، بس ما تجوريش على حق الناس. اعرفي ان انت مش لوحدك في المجتمع. انت تقدر تصدر قانون عام على كل المولات والاماكن ان اي حد يدخل لو كانت منتقبه تكشف وشها وتقدم تحقيق شخصيتها، ده اسهل بكتير قوي ما تحجر على المنتقبه. انا قلت احجر عليها. سهل جدا القانون دوت يبقى في مكان خاص ان انت تمارس في اي مول او في اي مكان، من حقك كصاحب المكان او انت الامن اللي موجود انك تشوف تحقيق الشخصيه وتكشف عن وشها وهي داخله. ده سهل جدا على فكره، مش ان انا بقى امنع المنتقبه ان هي تخش مول. انا قلت مش ده المظبوط. انا قلت توازن ما بين مصلحتها وحقها في الحريه وبين حق انا عايز اكل
وهي عايزه تاكل. انا هفترض هي بتتحرى بقى وانت عارف الطريقه وانت مش عايز افسر هي ازاي. هي تعب. هي هي وانا حواليا في كل الترابيزات اللي حواليا امشي كده الاقي. مش عايز اصعب عليك يا استاذ ايمن، هي بتبقى مبسوطه. خليني اتخيل كده حاجه يا استاذ خالد، ان الاستاذ ايمن بكره الصبح يا اما رفع القضيه هو بشخصه او حد جاء ووكله في القضيه وقال له ارفع لي قضيه لمنع المنتقبات، او صدر قرار مثلا من اي جامعه او من اي هيئه بمنع الطلبه داخل قاعه المحاضرات او التدريس بالنقاب. هنا في دفع ممكن الاستاذ خالد يدفع بيه ساعتها بقى، لان هو اكيد برضه هيبقى في عضو هيئه دفاع. هيتقال في القرار ان ده بيبقى حائل بينه وبين الفهم بينه. طب ما انا عندي اعضاء او عضوات هيئه التدريس حصلوا على الدكتوراه وتفوقنا وهم بالنقاب، اذا النقاب ليس حائل في هذه الجزئيه. انت بقى الدفع المقابل هيكون ايه؟ انا بص حضرتك، مش انت هتدفع بده برضه؟ طبعا. تبادلنا الادوار اهو شويه. انا اؤمن جدا بالتخصص. وكل مكان ليه طبيعته الاداريه والتنظيميه اللي هي تفرض يعني شروطها على كل متلقين بما لا يخالف الشرع والقانون. بدام المكان ده الناس المسؤولين او الاداره مسؤوله بشكل تنظيمي وبتصدر قرارات لا تخالف الشرع ولا القانون، انا معاها ايا ما كانت هذه القرارات. فلو حد وكلني ان انا يعني اؤيد قرار او صدر قرار او مطالبه بقرار للحجر على بعض الحريات مش بس النقاب ولا تخالف الشرع ولا تخالف القانون، انا معاه طبعا. تمام. طب انت في المقابل لو اترفعت قضيه لمنع الطالبات على غرار منع عضوات هيئه التدريس، ما هي دفوعك ساعتها؟ ده اصلا هيكون قرار مخالف للقانون والدستور. لان مفيش ما يجرم النقاب اولا. والنقاب حرية شخصية. لا ده ليها خصوصية. القضية دي ليها خصوصية احنا معترفين بيها اصلا ان في اعضاء. لا ما احنا كسبنا قبل كده كتير. البنات اللي اتمنعوا من الامتحان القرار ده اتلغى. الممرضة القرار ده اتلغى. فاحنا لا ما هو ده برضو نقاب برضو. مش بتتكلم عن تاريخ. فالطالبة من حقها لان هي المتلقي وهي المستفيد. هي شايفة ان ده بيخليها لا تستفيد. هي اللي من حقها ان هي تقلع النقاب او تقرر دوت من عدمه. لكن اذا حيثيات قضية الطلبة اقل في قوتها من حيثيات ملهاش علاقة اصلا. وهتقابل برفض طبعا. طيب اجهز بقى للقضية. واذا كان في الحلقة دي يعني هناك استباق او 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 سابق ان هناك من يفكر، مش هقول هو مين تمام. ولا هقول ان هو ايمن محفوظ ولا حد خالص. اوعى تقول الكلام ده يا استاذ خالد. تمام. عموما انا بشكر ضيوفي استاذ ايمن محفوظ المحامي الحقيقي، شكرا جزيلا استاذ ايمن محفوظ. ايضا بشكر استاذ خالد ابو المحاسن. انا عايز اقول اخر كلمه بس. اتفضل. انا كنت اولى بهيئه الدفاع اللي كانت عند حضراتكم، عايزكم ترفعوا قضيه بكره بغلق كباريهات شارع الهرم لانها بتنشر الابتذال وفيها افعال مشينه، فده كان الافضل ان انتوا ترفعوا. شايف؟ ما هي دي من بقى النقيض الى النقيض. هي مش عايزين لدوله. اصل مفيش قضيه زي كده اترفعت. هي هو ده التناقض. مفيش قضيه زي دي اترفعت. مفيش اشتباك فيه. احنا ضد ده وضد ده. ما هو برضه مفيش قضيه اترفعت بمنع. هو في قرار اداري اللي تم يعني ما شفناش قضيه من والناس دفعت عنه. هيئه الدفاع دفعت عن القرار ده بس. يبقى الموضوع ايضا جدلي، ويبقى الموضوع ايضا يعني محل خلاف، وسيبقى هذا الخلاف والخلاف سنه كونيه، ولكن الفيصل هو اداره هذا الخلاف وكيف ندير خلافاتنا وكيف تكون او يكون الخلاف في الراي لا يفسد للود قضيه. تلك هي القضيه الهامه والثقافه الغائبه، وهذا هو الطريق الثالث الذي لا ينحاز لطرف ضد الطرف الاخر ولا ينحاز لطريق على طريق، ولكن يمكن ان نصنع طريقا ثالثا بالطريقين. دمتم جميعا في امان الله. شكرا جزيلا ضيوفي مره تانية ايمن محفوظ المحامي الحقوقي، شكرا جزيلا الاستاذ خالد ابو المحاسن المحامي وعضو هيئه الدفاع عن المنتقبات، شكرا جزيلا. شكرا. والشكر موصول لكم مشاهدينا على حسن المتابعه. في مثل هذا الموعد يتجدد بكم اللقاء، والطريق الثالث لمثل هذا الموعد تقبلوا تحياتي. هذا هاني الدباني يحييكم. الى اللقاء.